شليتي عرضها المدرسة كلياتها صارت بتعرف بسيطه وبقصتها. هي هي البنت اللي هو حاببها ومرتاح معها. حبه برص؟ ليش خلصوا البنات من الشام؟ لحتى يحب لي وحده ناسحه؟ ليش شبههم نازحين؟ كثير مناح وظراف بس إلهم طباع وعادات ما بتشبهنا، ما لهم علاقه فينا، هن جو ونحن جو، غير بيئه. من سنتين طلع بنفس الموال وتم يضغط لحتى رحنا زرنا اهلها للبنت. يومتها يا يعرب غط على قلبي وتمتني ورا ورا لحتى اقنعته. وعلى اساس شو؟ انه ترك قلنا خي مو تاري الافندي عم بيرسم ويخطط هو وياها حتى يظبط وضعه. وعلى اساس خلص انه حتى مساعدتكم ما بدي اياها. ما بتشبه. نعم. هلا ممكن سؤال؟ لمين النام تبع ما بتشبهنا؟ أنا بفهم إنه يلي مثلنا تعول عنا، مو هيك؟ هيك ونص. هو بيعرف إني أنا ما رح أوافق، رايح مخبر أبوه بالأول، وعامل لي موعد مع أهل البنت، مشان شو؟ مشان يحطني تحت الأمر الواقع. لخايفة أعمل معه موقف قوي، قوم أخسره، حاكم معند راسه بده إياها. لأنه بيفهم. شبنا؟ شبنا يا عرب أنت كمان؟ هلا قل لي، كيف ممكن أقنعه لحتى يبعد عنا لهالشرشوحة؟ والله أنا ما فيني أخدمك يا رفيف لأنه أنا مع التانيين. شو؟ أنا نازح، أنا غير النام تبعك، أنا نوم. بعدين أنا مستغرب شغلي، يعني أنت من فترة كنت عم تقولي إنك بلشت تصلي وإنك صرتي مرتاحة لأنك بلشت تصلي، هيك أنت حكيتي. هلأ السؤال وين راحت هي تبع أسنان المشط وشغلة إنه ما في فرق بين الناس؟